نعم. ايش قد استاذ علاء نعم تقريبا احنا نستورد بالسنه؟ احنا نستورد 25 مليار دولار كل المشتقات النفطيه، اكل الديزل المشتقات البنزين. نعم اي والبنزين. تحدث نعم عن البنزين، 25 مليار دولار. تحدث نعم عن البنزين استاذ حمزه فقط. نعم اي الديزل والبنزين احنا نستورد ما يقارب 25 مليار دولار، لذلك هو صحيح كلام استاذ حمزه. نعم. الصناعات التحويليه، الصناعات التحويليه هي نقطه راس سطر، هي عباره عن استثمار حقيقي.